الحمد لله أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع. سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء وفي عفوه الطمع، وأثني عليه وأشكره، فكم من خير أفاض ومكروه دفع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في مجده وتقدس، وفي خلقه تفرد وأبدع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل مقتدًا به وأكمل متبع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى والورع، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولنهج الحق لزم واتبع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، إن من مستلزمات الإيمان أن يعلم العبد أن الكون بإنسه وجنه وسمائه وأرضه وكواكبه ونجومه وجميع مخلوقاته مسخر بأمر الله، يتصرف فيه كيف يشاء، ويعلم أن الضر والنفع بيد الله، وأن ما يجري من مصائب وكوارث إنما هو بقدر من الله لحكمة يريدها الله، وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والواجب على المسلم عند نزول المصائب ثلاثة أمور: الأول، إن أصابته مصيبة أن يصبر ويحتسب. الثاني، أن يجعلها تذكرة له بالله تحيي قلبه وتجدد إيمانه. الثالث، أن تزيد من اتصاله بالله ذكراً وشكراً وتعبداً. وليتذكر بأن سنن الله لا تحابي أحداً، وأنه ليس بين الله وأحد من خلقه نسب، بل إن الله سبحانه وتعالى يخاطب الجميع بقوله تبارك وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. عباد الله، لقد أهلك الله أمما وأقواما كانوا أشد منا قوة وأطول أعمارا وأرغد عيشا وأكثر أموالا، فاستأصلهم وأبادهم ولم يبق لهم ذكرا ولا أثرا، تركوا وراءهم قصورا مشيدة وزروعا مثمرة وآبارا معطلة وأراض خالية. فما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. عن جبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها، رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: دعنا منك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينهم أمة قاهرة قادرة، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم عباد الله، إن المتأمل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا صدق مقالة أبي الدرداء رضي الله عنه، فإن الداء المفسد لدنيا العبد وآخرته معصية الله تعالى وترك أمره. وما من مصيبة تصيب العبد في جسده
أو ماله أو أهله إلا وسببها معصية الله. قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أيها الأحباب، عباد الله، بمعصية الله أخرج آدم من الجنة وطرد إبليس ولعن، بمعصية الله أغرق أهل الأرض جميعا زمن نوح عليه السلام، وهاجت الريح على قوم عاد وأخذت ثمود الصيحة، وبمعصية الله قلبت قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلها وأمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود، وبمعصية الله أخذ قوم شعيب بعذاب يوم الظلة، وبمعصية الله أغرق فرعون وجنوده، وبمعصية الله خسف بقارون وبداره. والله جل وعلا يقول: فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، والسعيد من وعظ بغيره لا من كان عظة لغيره. فليعلم العصاة، فليعلم العصاة أنهم لن يعجزوا الله بالطلب ولن يفلتوا منه بالهرب. إذن أيها الأحبة، فما هذه الغفلة، فما هذه الغفلة عن سنن الله في الإهلاك والتدمير؟ وما هذه الغشاوة، وما هذه الغشاوة على القلوب وهي تحب المنكر وتكره المعروف؟ أين حياة القلوب، أين حياة القلوب وهي ترى المصائب وكورونا تأخذنا ذات اليمين وذات الشمال؟ ثم لا تلين هذه القلوب، ثم لا تلين هذه القلوب ولا ترجع إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بال قلوبنا، ما بال قلوبنا؟ عباد الله، إن العز كل العز في طاعة الله. إي والله، إن العز كل العز في طاعة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله. ومن دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالمعاصي تذيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فلا تحفظ نعم الله ولا تستجلب إلا بطاعته. ومن أعظم العقوبات موت القلب. نعم، موت القلب بالطبع عليه عياذا بالله من ذلك، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا تنفعه المواعظ ولا تؤثر فيه الآيات والنذر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال سبحانه: ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يا لله، يا لله على هذه القلوب المريضة، على هذه القلوب المريضة. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما يجري في العالم من أحداث، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، فإن الله هو التواب الرحيم. وتذكروا قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، عباد الله، ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله أن المدينة المنورة زلزلت على عهد عمر رضي الله عنه،
فقال أمير المؤمنين عمر: أيها الناس، أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لئن عادت، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، لا أساكنكم فيها أبدا. الله أكبر. هكذا كانت قلوبهم حية، نعم حية بالإيمان، فلله على هذه القلوب. إننا أيها الأحبة، على كثرة ما نسمع ونقرأ ونشاهد من حوادث مروعة وعقوبات مفزعة وحروب طاحنة وأمراض مستعصية ومجاعات مهلكة، لا يزال الكثيرون منا مصرين على معاصيهم وطغيانهم، لا يزال الكثيرون منا مصرين على معاصيهم وطغيانهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، اعلموا أنه لا نجاة لنا من عذاب الله وعقوبته إلا أن نصلح ما فسد من أحوالنا، فنبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا ونحملها على الحق، ثم بأهلنا وجيراننا، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر قدر استطاعتنا. عباد الله، اصدقوا الله يصدقكم، واذكروه يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأدوا إليه حقه يوفيكم حقكم، فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اقرأوا قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند حدوده، وعظموا حرماته، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. خذوا بأسباب النجاة، خذوا بأسباب النجاة، فإن هلاك الإنسان ونجاته مقيد بما كسبت يداه، والسعيد من وعظ بغيره. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله يمهل لكنه لا يهمل، ويرى الناس من آيات الله وعجائب قدرته ما تشهد به قلوب المؤمنين، ويغفل عنه المستكبرون، وما زالت القوارع والنذر بالناس أجمعين، والقلة القليلة هي التي تتذكر وتستغفر. قال سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. معاشر المسلمين، اشكروا الله على نعمه، ولا تستعينوا بنعم الله على معصيته، ولا تغتروا بإهمال الله لكم، ولا تمرن عليكم المحن والمصائب والفتن دون أن تعقلوا مراد الله. فتشوا عن أنفسكم، وكل أدرى بنفسه، وتوبوا إلى بارئكم، وتناصحوا بينكم، وأنيبوا إلى ربكم، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم اعلموا أن من خير الأعمال في هذا اليوم العظيم المبارك الصلاة على البشير النذير والسراج المنير، كما أمركم الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين كانوا على الحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك أن تأخذنا على غرة، أو أن تذرنا في غفلة، أو تجعلنا من الغافلين. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونقِّ سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا،
اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبِّتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يريدون أن تكون كلمتك هي العليا. اللهم ثبِّتهم وسدِّدهم، وفرِّج همَّهم، ونفِّذ كربَهم، وارفع درجاتهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا ومشايخنا بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.